في قاعده محتاجين نتفق فيها مع بعض قبل ما نتكلم في اي حاجه. دلوقتي رونالدو كومان مدير فني فاشل، انا متفق معاك جدا ان رونالدو كومان مدير فني فاشل، وكنت بقول لك الكلام ده من السنه اللي فاتت ان كومان مدير فني فاشل وبقاءه برشلونه هو ناقوس خطر، بس كومان مش هو اللي بيجري ورا سيرجيو روبرتو حاليا علشان يجدد العقد بتاعه، مش كومان على فكره، اللي بيجري وراه هو السيد خوان لابورتو رئيس النادي، السيد خوان لابورتو اللي لسه مصمم ان هو يكرم رموز كاتالونيا وهم اللعيبه الكبار جوه الفريق، اللعيبه الكبار جوه الفريق اللي بيكي لتاني مره بيكون مش جاهز ومع ذلك هيلعب اساسي، يلعب اساسي يا جماعه، اتفضل يا جماعه، سيرجيو بوسكيتس بيلعب اساسي غصب عن عنبوز التخين، سيرجيو روبرتو بيلعب اساسي غصب عن عنبوز التخين، بندور لهم على مراكز جوه الملعب، الماتش اللي فات قدام ليفنتي للاسف ما اتفرجتش عليه، بس سمعت ان شباب لاماسيا عملوا جيم ممتاز جدا قدام ليفنتي، نيكو وجافي وكمان انسو فاتي اول ما نزل سجل، قلت والله كويس جدا، الحمد لله ان احنا عندنا شباب كويسين، بس الشباب الكويسين دول هيواجهوا مشكله في ماتش بنفيكا، وكنت بتكلم ان بنفيكا جايبوا تامينتي وجايب فيرترونك وبنفيكا عنده جو ماريو وبنفيكا عنده لعيبه عندها خبره، واللعيبه اللي عندها خبرات دي مش هتلعب بعيال 17 18 سنه وهتعرف تكسبهم، الموضوع مش زي ما انت فاهم خالص، كره القدم مش بالبساطه اللي انت متخيلها دي، الموضوع ان في لعيبه في بنفيكا عندهم خبرات كبيره جدا 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 عن اللعيبه اللي موجوده حاليا عندك، وهم شباب لاماسيا ولعيب زي ممفيس ديباي انت مراهن عليه، برغم ان قلت لك قبل كده انت مراهن على صفقه انت جايبها مجانيه، طبعا خير الفضيحه اللي اسمه ايريك جارسيا اللي من اول يوم تم الكلام على ان في برشلونه بتتكلم مع ايريك جارسيا قلت لك ان ده لعيب فاشل، ده لعيب فاشل، ده مدافع سيء، ده مدافع سيء، مع ذلك تم ضمه علشان خاطر اسباني وكان بيلعب في برشلونه وهو صغير، تمام، كل الصفقات العنصريه بنت الجزمه دي بتخش النادي عادي، واللعيبه بتاع كاتالونيا مستمرين غصب عن بوز اي مدير فني عادي، كل المديرين الفنيين اللي انت بتحاول تفاوضهم بعد كومان اللي انت مش معاك فلوس تمشيه عادي، كل الكلام ده احنا عمالين نبلعه، بس احنا عارفين ان كل اللي بيتقال دلوقتي جوه برشلونه هو كذب، الكلام على اقاله كومان وانت لا تملك اموال اقاله كومان هو كذب، الكلام ان انت عايز تجيب مدير فني كبير بعد كومان الكلام ده كذب، لان مفيش مدير فني كبير هيضحي باسمه وسمعته ويشتغل مع الجيل الحالي في برشلونه بالصلاحيات الحاليه اللي بياخدوها المديرين الفنيين في برشلونه، ايه الصلاحيات دي؟ اه يا باشا ما هو مش كل المدير الفني في برشلونه قادر ان هو يقعد اي لعيب على الدكه، الموضوع صعب وصعب جدا لو في لعيب زي بوسكيتس او بيكيه او سيرجيو روبرتو انت عايز تقعدهم على الدكه، لا ما ينفعش تقعدهم على الدكه، دول بيلعبوا غصب عن بوز التخين، فلما تلاقي النهارده ماتش قدام بنفيكا نازل تلعب فيه 3 4 1 2 3 3 تحت، يعني انت مفترض ان انت بتلعب بخمسه، الخمسه دول بتلعب بيهم قدام بنفيكا وانت مطلوب منك تكسب، تمام، كومان جبان، كومان مدير فني سيء، بس المشكله انك حتى لما بتلعب بخمسه لبست جون اول دقيقتين، اللي هو ده تخيل انت بتدافع بخمسه واول كره راحت عليك ايريك جارسيا بيحلق على الراجل، ايريك جارسيا بيحطم بيحط الراجل دخل شاف جاب الجون الاول خلاص دخل فينا الهدف الاول في بنفيكا مش هنعرف نرجع في النتيجه، ما عندناش لعيبه خبرات يسمحوا للفريق اللي فيه لعيبه شباب بعد ما جافي نزل بدل بيكيه المصاب للمره الثانيه اللي هو بيلعب عافيه علشان خاطر عايز يلعب وهو مش جاهز، بننزل جافي وبنلاقي ان فرانك ديونج اترحل تحت وسيرجيو بوسكيتس موجود وجافي وبدري موجودين، اهو يا جماعه هنلعب كوره بقى عامله ازاي والحلم والكلام ده، عايزين ان هم عيال صغيره والعيال الصغيره دي مش هتكون قادره ان هي تجاري خبرات لعيبه بنفيكا، تخيل انت اوتامندي بقى خبرات، بنخش بقى على الشوط الثاني، الشوط الثاني الناس كلها بتقول لك ايه؟ عندك على فكره عندك نيكو وعندك انسو فاتي وعندك كوتينيو، يا سلام على فكره التغييرات دي لما تنزلها قدام ليفنتي او قدام قادش ممكن تعمل لك اي حاجه تغير الماتش، انما التغييرات دي في دوري ابطال اوروبا ما تاكلكش عيش، هنشتغل بعض، اللعيبه دي محليا ممكن يكونوا منافسين على المربع الذهبي، انما في دوري ابطال اوروبا ما لهمش اي فرصه خالص، ما لهمش، انت شفت اول ما سيد كومان مفكر ان هو يعمل التغييرات اللي انت نفسك فيها فاتي ونيكو وكمان كوتينيو نزلهم الفرقه ضربت خالص وبعد كده لبس الهدف الثاني والهدف الثالث ضربه جزاء وخلاص يا معلم قعد تبص كده 3-0 قدام بنفيكا وخسران اول ماتش قدام بايرن ميونخ، الوضع صعب، الوضع صعب جدا من اول السنه، الوضع كارثي من اول السنه، الفريق سيء من اول السنه، الفريق بيقدم مستويات صعبه مع كومان، كومان اللي مدير فني عارف كويس قوي ان برشلونه لو معاه فلوس كانت مشيته، بس برشلونه ما معاهاش فلوس وكملنا بكومان، ودلوقتي كل ما كومان ما بيتعصر بيطلع كلام من لابورتا ان انا همشي كومان، وكومان نفسه عارف ان لابورتا كداب ولابورتا ما معاهوش فلوس اقالته، بس بيسيبه يكذب، اكذب براحتك زي ما انت عايز، انا عارف اخرك فين، عارف اخرك انك بتاع كلام بس، فاتمنى ان كومان ما يتمش تحذيره تاني وان انت تلات ماتشات وكلام فاضي من ده، لو معاك فلوس اقاله كومان مشيه،
اي كلام غير كده انت بتشتغلنا وبتضحك علينا. لو قلت لي ان احنا منافسين على دوري ابطال اوروبا باللعيبه الشباب دي يبقى انت بتضحك على الجمهور لا اكتر ولا اقل. انما اللعيبه الشباب دي ممكن توصل مع برشلونه للمربع الذهبي في الدوري الاسباني. انما اللعيبه الشباب دي تنزل قدام بايرن ميونخ، تنزل قدام دينامو كييف، تنزل قدام بنفيكا، انت مش مرشح للفوز. من الاخر كده بقول لك الكلام ده، ولو عجبك الكلام ده تمام، ما عجبكش الكلام ده افضل عايش على الوهم ان احنا فريق كبير والشباب بتوع لاماسيا دول هينزلوا يحطوا على اي حد ومعانا انسو فاتي بديل ميسي. يا ابني ده مصدق برشلونه نيوز العالم كدابين اسد الاول ناس جري ورا ميسي باريس سان جيرمان. يلا عزيزي هنعمل ايه؟ بس برضو هنفضل مساندين قلبا وقالبا للفريق اللي احنا عارفين ان هو بيمر بظروف صعبه، بس احنا بنسانده رغم كل الظروف الصعبه دي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك واشتم في الكومنتات، مش تبقى اسوء من 90 دقيقه اللي اتفرجنا عليها النهارده.